بسم الله الرحمن الرحيم. جلسة مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالبة هدى محمود محمد سيد أحمد. إنه في يوم الأربعاء الموافق 22/3/2017 اجتمعت لجنة المناقشة المكونة من الأساتذة دكتور عادل محمد المدني، دكتور محمد هاشم كمال بحري، أستاذ دكتور أحمد خير حافظ، أستاذ دكتور ماجد ويليام سليم. واتفقت اللجنة على مناقشة الطالبة هدى محمود محمد سيد أحمد لمنحه درجة الدكتوراه في الآداب في موضوع برنامج دينامي تكاملي لعلاج الاضطرابات الجنسية وتحسين التوافق الزواجي تحت إشراف أستاذ الدكتور عادل محمد المدني والأستاذة الدكتورة ماجي ويليام يوسف. وبدأت من الساعة المناقشة من الساعة 10 حتى الساعة 12. وناقشت اللجنة الطالبة مناقشة علنية بأحد مدرجات الكلية واستمرت من الساعة 10 إلى الساعة 12، وبعد الاطلاع على المادة 105 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار الجمهور رقم 809 لسنة 1975 واللائحة الداخلية للكلية، توصي اللجنة بمنح الطالبة هدى محمود محمد يوسف تخصص علم نفس درجة الدكتوراه في الآداب بتقدير مرتبة الشرف الأولى مع تبادل الرسالة. توقيع أعضاء اللجنة الدكتور عادل مدني، الدكتور أحمد خير حافظ، الدكتور هاشم والدكتور أمين.